واحد من المشاهير بيقول: زمان كان عندي جزمة بحبها جدا، ما كنتش بعرف أغيرها من حب ليها، لكن مع الوقت الجزمة ضاقت عليا وبدأت توجع رجلي، وأنا طبعا استحملت علشان بحبها، لكن كل ما الوقت كان بيمر أكتر كل ما كانت الخسائر بتبقى كتير. رجلي اتعورت ومبقتش أعرف أمشي عليها، لدرجة إني كرهت الجزمة حرفيا. وقتها رحت لجدتي وقلت لها، راحت قالت لي حتة جملة عمري ما بنساها، قالت لي: طول ما الدنيا بتخيرك بين حاجة بتحبها وحاجة بتريحك، اختار اللي بتريحك، لأن الحياة مش مستاهلة إن نسيب اللي يريحنا وهو قدام عينينا، ونفضل نتشعلق في حاجة بتتعبنا وتاخد مننا. الحقيقة يا جماعة إن الموقف ده هو موقف بيجسد الحياة بكل تفاصيلها، مش كل اللي بنحبه بيكون فيه الراحة لينا، في حاجات بنحبها وبنكون متعلقين بيها لكن مش على مقاسنا، متعبة ومرهقة بنخسر فيها كل يوم أكتر ما بنكسب، وبتفضل المشاعر تجاهها هي اللي متحكمة فينا. لكن لو فكرنا بالعقل هنلاقي إن في حاجات أحسن وأريح قدام عينينا، لكن إحنا مش شايفينها أو شايفينها ومخترناهاش، وتمسكنا باللي بيوجع وبيرهق وبيأذي. الحياة مش مستاهلة نكمل عناء ده كله، ومش مستاهلة إن إحنا نضيع الوقت وعمرنا يضيع في أذية ووجع، طالما في البديل الجاهز المريح، وطالما على مقاسنا، وطالما هيحقق اللي بنحلم بيه وهيساعدنا، يبقى ليه نسيبه ونروح لغيره؟ ليه نروح للي بياخد منطقتنا وبيأذينا حتى لو بنحبه؟ الحب لوحده مش كفاية، مش كل شيء بنحبه بيكون مناسب لينا، في حاجات كتير جدا بنحبها لكن مش مريحة بالنسبة لنا، هتعطلنا أكتر ما هتفيدنا، ومش مكتوبة لنا من الأساس، ومش مكتوب نرتاح فيها. لكن للأسف أحيانا بنقاوح، بنيجي على نفسنا رغم أن القصة بتكون ظاهرة من البداية، ونتفاجئ في نص الطريق أننا تعبنا وتوجعنا والعمر فات وإحنا بنتألم، واللي كنا بنحبه بقينا بنكرهه، لكن ساب جوانا أثر سيء، ساب علامة صعبة ننساها. فادعو ربنا دايما أن يرزقنا باللي يريحنا ويرضينا، حتى لو شايفين أن إحنا مش بنحبه، اللي إحنا شايفينه بيكون مختلف تماما عن ربنا شايفه، في حاجات ورا الستارة وورا الكواليس اتحجبت عننا ومش شايفينها، مش مطلع عليها غير علام الغيوب، هو الأدرى باللي يليق بينا، هو اللي هيمنحنا الطمأنينة ويحجب عننا وجع الأيام. بلاش نتمسك بحاجات ونغمي عيوننا عن حاجات تانية ممكن يكون فيها نجاحنا وراحتنا، ممكن يكون فيها حبنا الحقيقي. يا جماعة احنا ما عندناش غير روح واحدة وقلب واحد، لو خسرناهم ما بيتعوضوش، وبنعيش في الحياة ناقصين حتة، بنعيش في الحياة حرفيا بقلب الا ربع. تعالوا نسمع الرسالة.